السلام عليكم، صباح مساء الخير كل حسب توقيته. خلينا نشوف الحين، خلصنا هذه الفلوس الحين بنخلصها ونشوف الصندوق هذا ايش بيطلع لنا. بسم الله. قص امكم، هذه ادوات. الله يلعنكم ويلعن ابو لعبتكم. بس يلا، الشيء الوحيد الحلو الحين البطل مدرب، خلينا نكون صريحين، يفيدني وبس. هذا كم صندوق هذا طفشونه، ما كانت تخلص الصناديق، باقي يومين ويخلص ويقفل وللحين ما خلصنا كل شيء. وهذا الحين في مهمة الحين، دمج اثنين احمر، خلينا نشوف ازرق. هذا اثنين احمر، يلا ندمجهم وخلص، بندمجهم لان الحين حاليا قال انتظر اشوف هذا العرض فين نصل، وانا ينقصني نصل هنا. هذا خواتم اليوم جاتني من وينها. هذه خواتم من صندوق المداهمات، وجاني بطل مدرب اصفر بعد. يلا ابغى ابطال مدربين الحين، بنشوف هذا العرض والنصل. وما ادري من امكس، بمكس سانتا، ما ادري يا سانتا. هذا بطل غبي فاشل، معني اشوف كثير حاطينه فاست او بالدر او بطلة الشهر هذه الماضية. صانع 70 وهنا متسيوكو 70 ومتسيوكو ثانية 70، واصلا عندي اياهم مكس. وهذه مرجانة بالزي 70، واصلا من الاساس عندي اياهم مكس كلهم فوق. وينهم؟ هذه متسيوكو، هذا صانع برموز، وهذه وين مرجانة؟ مرجانة. والله ما ادري من محتار من امكس. المشكلة بعد عشان ادوات الحين، هذه لداتين، هذه مهمات، ما معي الا كتاب واحد، وفي العرض نصل كتاب ونصل. طيب بستخدمه الحين بمكس، لسه احتاج كتاب ونصل ثاني غيرهم، لاني محتار شمكس ازرق ولا احمر ولا بنفسجي. انا ابغى مكس احمر، ابغى مكس سانتا. خلاص بمكس سانتا، سانتا خطير للحرب، حرب السرعة وبس. وسيو، شكراً.